يا مستر هنا بيديني نمبر بس معاد كيلومتر، وهنا انا عاوزه ايكوال قد ايه بالمتر، فانا بسال هاو ميني مترز ان 1 كيلومتر؟ 1000. يبقى الكيلومتر عشان يبقى متر محتاج قد ايه؟ 1000. وعشان ده بيجر فانا بعمل ايه؟ تايمز ايه؟ 1000. يا مستر انا معايا بوينت، طالما بعمل تايمز هقول لنفسي هعمل كام موف؟ 3. للرايت ولا للليفت؟ للرايت. طب يا مستر انا هنا معايا كام ديجيت؟ بصوا هنا، بصوا هنا معايا كام ديجيت؟ 1. يبقى انا محتاج قد ايه؟ 2. ارميهم زيروهات. بص كده تاني، انا هعمل تايمز 1000. يبقى انا عايز اتحرك يا مستر للرايت 3 موفز، معايا منهم 1، معايا منهم 1، يبقى محتاج 2. بص كده كأن انا بحطها كده اهو اهو. يلا يا بوينت تعالي هعمل لها دراج واسحبها 1 2 3. خلاص كده؟ اه. يبقى يا مستر الانسر بتاعتي بقت 2300 متر. طب معلش يا مستر مش فاهمين، نعيد تاني. بص كده مثلا 1.25 كيلو جرام، عايزها جرام. الكيلومتر والجرام زي بعض، يبقى هعمل تايمز ايه؟ ولما يبقى عايز اعمل تايمز 1000 ومعايا بوينت لازم اتحرك للايه؟ للرايت. هاو ميني موف؟ 3 موف. بس انا لقيت هنا عندي كام ديجيت؟ 2. يبقى انا محتاج احط من عندي قد ايه؟ 1 0. يبقى يا مستر كانها اهو 250. تعالي اعملك ايه؟ هعملك موف للرايت 1 2 3. يبقى مين الانسر بقى هنا؟ 1 2 50، يعني 1250. شكرا يا مستر. كده هنقول فكره كمان يا مستر، لو انا معايا ها هنا مثلا 3.2 وادي كمان 1 هنا متر وعايزها سنتيمتر، فانا بفكر نفسي المتر هو البيجر، وطالما انا بعمل كونفرت من البيجر يبقى انا بعمل تايمز. طب تايمز قد ايه؟ هقول له انا اتعلمت زمان ان المتر ايكوال 100 سنتيمتر. المتر 100 سنتيمتر. يعني انا لما اجي اتحرك يا مستر هعمل موف للرايت ولا للليفت؟ للرايت. كام موف يا مستر؟ 2. عشان ده 100. طب انا موجود عندي 2 ديجيتس؟ اه. يبقى هل هعمل بوت زيرو؟ لا. تعايا يا بوينت اسحبها اعمل لها دراج 1 2. هتروح جايه بقى الانسر بتاعتك تبقى 3 2 1 321 سنتيمتر. بصوا معايا كده اللي جايه دي، لو انا لقيت معايا 5.6 وهنا لقيت دي ام والناحيه الثانيه لقيت سنتيمتر، ده ايه ده يا مستر؟ دي سي متر. ده ايه؟ دي سي متر. لكن ده ايه؟ سنتيمتر. ده البيجر. الراجل ده عشان يروح لده هيعمل تايمز 10، وتايمز 10 واحنا معانا بوينت، هنتحرك للرايت ولا للليفت؟ للليفت. هاو ميني موف؟ 1. عشان دي 10، تعالي في عندي ديجيت؟ اه. فتتحرك كده فيبقى 56. برضو يا مستر لو انا معايا التون وهنا كيلو جرام، التون عشان يبقى كيلو جرام تايمز ايه؟ 1000. طب يا مستر لو معايا 2.325 معايا بوينت، يبقى البوينت دي هعمل لها دراج للرايت ولا للليفت؟ للرايت. هاو ميني موف؟ 3. عشان ده كام؟ 1000. لكن لو كانت 100 يبقى كام موف؟ 2. لو كان 10؟ 1 موف. للرايت ولا للليفت؟ للرايت. تعايا بوينت لقينا لها 3 ديجيت يبقى مش هنرمي زيروهات، فيبقى الانسر بتاعتي تعالي اتحركي فتبقى 2 3 2 5.